هو الراحل العظيم جمع بين مسألة إن كونه عالم كبير وأيضا أنه لديه هذه التجربة العملية في الدبلوماسية وأيضا في قيادة وتأسيس وإنشاء اثنين من أهم المجلات اللي موجودين في ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي. يعني حتى الآن مجلة السياسة الدولية ورأسها حاضر الأستاذ الدكتور وحيد عبد المجيد، هو يتحدث أفضل عنها، ولكنها في الحقيقة هي أكثر مجلة علمية محكمة لها يعني رصيد في كل البلدان العربية وبتستخدم في كل البلدان العربية وليس في مصر فقط كواحدة من النشر فيها، كواحدة من آليات الترقي في المناصب العلمية. فهنا الحقيقة هو يعني دائما لكل شيء أب، فلما يبقى في أب مؤسس لهذا النوع من الإصدارات العلمية نحن إزاء قيمة كبيرة، قيمة تأسيس ووضع أطر وشكل ويعني كل ما له علاقة بتوصيف هذه الدورية العلمية لترقى إلى أعلى المستويات مقارنة بالدوريات العلمية في كل العالم. هو وضع الأساس في الحقيقة، وضع القواعد التي سارت عليها دورية السياسة الدولية كدورية علمية. وهذه الدورية العلمية في الحقيقة هتلاقي كل ما له علاقة بالبحث العلمي في السياسة في الاقتصاد في الحقيقة بداياته وأفضل إنتاجه موجود في السياسة الدولية. أيضا مجلة الأهرام الاقتصادي كمجلة اقتصادية متخصصة، فكرة إن في حد يبقى عنده هذه الفكرة إنه هذا المجال المهم جدا ويبقى فيه مجلة متخصصة فيه وتصدر عن الأهرام، كانت أيضا فكرة الرجل وهو اللي تولى تأسيس مجلة الأهرام الاقتصادي. الحقيقة بحكم إن أنا راجل يعني حياتي كلها هي الاقتصاد، فالاقتصاد هو الأساس، القوة الشاملة لأي دولة، يعني هو اللي بيخلق الولاءات والرضا الداخلي، هو اللي بيخلق العلاقات الطيبة مع العالم من خلال تبادل المصالح، تبادل عادل أو محترم للمصالح إلى آخر هذه الأمور.